لو الحكاية فيها إن فيتو البطل أحمد عبد العزيز كان بالتالي كان مشارك في حرب فلسطين وعمل إنجازات كتير هناك يعني بس بتوفى يعني استشهد. ده كان راجل مجاهد تمام واستشهد بناء عن ذلك وهو كان من أبناء الدقي فاستشهد فسموا البطل شارع البطل أحمد عبد العزيز بناء عن ذلك يعني. طيب في عمليات فدائيه ضد الانجليز ضد حاجه زي كده سنه كام؟ ربنا يعلم. هم كانوا بعد الثوره 52 53 بدليل ان في بعض الاسماء هنا للشوارع بالمناسبة كان راجل من بتوع الثورة اسمه حسين الشافعي هو عبارة عن الشارع المنطقة دي أصلا كانت منطقة زراعية والبطل أحمد عبد العزيز ده كان أحد أفراد الثورة كان من الجيش كان أحد أفراد الثورة المنطقة دي كلها فيها أفراد الثورة اللي هي أيام جمال عبد الناصر. بعد كده هو استشهد في الحرب فطبعا عملوه كان ليه بطولات يعني في الحرب. فسموا الشارع ده باسمه. وبعدين هو استشهد زي بعض الناس اللي هم برضه عاملين عمريار. برضه كان نفس الحكاية ليه بطولات واستشهد فسموا شارع عاملين عمريار باسمه. لما هتلاقي 100 واحد ما يعرفش مين البطل احمد عبد بس مين انما انا عن نفسي ما اعرفش مين البطل احمد عبد بس عارف انه في بطل يعني 73 67 هو البطل احمد عبد انما هو ايه عمليه في